جرت تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بطولة كأس صاحب الجلالة ملك البلاد القائد الأعلى، وقد أناب جلالته معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور البطولة، والتي شملت المسابقة الختامية للضاحية العسكرية للضباط والرماية السنوية، منافسات شد الحبل العسكرية للوحدات لعام 2017، وذلك بميدان الرماية الإلكتروني. وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع الذكرى 49 على تأسيس قوة دفاع البحرين. وقد بدأ الاحتفال بعزف سلام معالي القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، ثم ألقى العميد الركن بحري نعمان راشد الحسن أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالدعم الكبير التي تلقاه الرياضة العسكرية من قبل القيادة الرشيدة والمسؤولين بالقيادة العامة وعلى رأسهم معالي القائد العام. وقد فازت القوة الخاصة الملكية بكأس صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعام 2017، في حين جاءت نتائج مسابقة الضاحية العسكرية على المستوى الفردي بفوز النقيب مبارك حمد صليطي من القوة الخاصة الملكية بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني النقيب محمد مبارك الحمدان من القوة الخاصة الملكية، واحتل المركز الثالث النقيب عواد علي مفرح من وحدة هندسة الميدان الملكي. وعلى مستوى الفرق حققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول، وجاء في المركز الثاني سلاح البحرية الملكي البحريني، وفي المركز الثالث الحرس الملكي. وفي مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس للضباط فاز الحرس الملكي بالمركز الأول، وفي مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش فقد حققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول، وفي منافسات إسقاط الصحون بالبندقية فقد أحرز المركز الأول القوة الخاصة الملكية. وحصلت الشرطة العسكرية الملكية على المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون للإناث. وحقق الدفاع الجوي الملكي المركز الأول في مسابقة المسدس للضباط على مستوى الفرق. وحققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول في مسابقة البندقية على مستوى الفرق. أما في منافسات بطولة شد الحبل العسكرية للوحدات فقد حققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول. وبهذه المناسبة ثمن معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود القائمين على تنظيم البطولة، مهنئا معاليه جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي ظهروا فيها خلال منافسات هذه البطولة. وأكد معاليه أن قوة دفاع البحرين لن تألو جهدا في دعم الرياضة العسكرية وسبل تطويرها، مضيفا بأن عجلة التطوير في هذا المجال الحيوي مستمرة. وقام معالي القائد العام بتوزيع الميداليات والجوائز التقديرية على الوحدات الفائزة في بطولة الضاحية العسكرية ومسابقات الرماية السنوية، وتسليم كؤوس المراكز الأولى لقادة الأسلحة والوحدات الفائزة.